مرحبا حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم تحضير عده مشاريب سخنه للشتويه. المكونات متوفره بكل بيت وطرق كتير سهله وبسيطه وبتدفي بهالشتا والسقعه، وان شاء الله بنالوا اعجابكم. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله، بنحط كوب حليب، ملعقه صغيره سكر، كاستر، حط ملعتين صغار كاستر. هلا بحركن على الغاز. بس غلى عنا الخليط، هلا منطفي الغاز. مشروب الكاستر، هيدا اول مشروب سخن عملته انا وياكم. هيدا الشكل لنعمل مشروب غير هيدا. بحط كوب حليب، ملعقة صغيرة سكر، ملعقتين صغار نشا. بحركن على الغاز. هلا عم بعمل مشروب السحلب. غلى عنا الخليط وصار فيه سماكي كتير خفيفة. انتهينا من السحلب. هيدا السحلب شو بعمل؟ برش رشة قرفة خفيفة على الوجه، بتعطي نكهة كتير طيبة. المشروب اللي بعد هيدا مشروب الشوكولا. كوب حليب، نشا، ملعقتين صغار نشا، ملعقتين صغار سكر. هوني رح زيد السكر عشان ما نحط كاكاو، الكاكاو كتير مر. ملعقة صغيرة كاكاو. هيدا مشروب الشوكولا خلص عنا. شايفين المشروب بتحسوا شوي سميك. هيدا مشروب الكاكاو والشوكولا. بنعمل اللي بعده. هلا مشروب الشاي. بدنا نعمل شاي. بحط سكر، ملعقتين صغار سكر. رح شيل الزرف عشان ما تطلع كتير تقيلة عنا، وبضيف كمان جوز. هيدا كتير كتير، هيدا الشاي والجوز كتير كتير طيبين بالشتا. هيدا المشروب كتير كتير طيب بالشتا، بدفي هيك، ينشرب حد الدفاية او صوبيا. اللي بعد هيدا المشروب، هيدا المشروب عنا كوب صغير حليب. شايفين قديه بيطلع فنجان صغير تقريبا حليب، فنجان القهوة. هلا بحطهم بالميكروويف 30 ثانية. كمان عندي هون 3/4 الكوب حليب بارد، بسخنهم بالميكروويف دقيقتين تقريبا. بعد ما سخنت الحليب بضيف ملعقة صغيرة سكر، ملعقة صغيرة قهوة نسكافيه، نص ملعقة صغيرة فانيلا. هيدي قهوة بنكهة الفانيلا. هيدا الحليب الفنجان الصغير. صار عنا هيدي الرغوة، شايفين كيف صارت الرغوة عنا الفوم. هلا منحطها فوق القهوة. هيدي الفانيلا كوفي اللي عملتها انا وياكم اخر فنجان. بتمنى الطرق اللي عملتهم انا وياكم المشاريب السخنة تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.